ربنا يحميك. طيب الرئيس لما كلمك قال لك هو جميل الحفظ لكن مهم الفهم، هل بدأت تفهم وبدأت تستفسر عن تفسير الآيات؟ هل بدأت تفهم الموضوع ده ولا لسه حتى الآن يعني مستني شوية؟ لا أنا دلوقتي بدأت أفهم في المعاني. بدأت تفهم في المعاني؟ اه. وانت دلوقتي حافظ القرآن كامل بأحكام التجويد والتلاوة؟ اه إن شاء الله. أنا دلوقتي بدأت في القراءات وبرجو كل يوم أبقى أحفظ لي 3 صفحات أو 4 صفحات أقرأهم وأفهمهم من المعاني. أنت حافظ بقراءة واحدة؟ أنا معايا قراءة حفظ بس دلوقتي بدأت في القراءات. طيب ده عظيم جدا.